لكن ايامنا راحت بكره نرجع. فلا الله ولا فالك يا راجل. اعزائي المشاهدين، بص المذيعه دي زي الامر ازاي. انا سليم ابو زيد، بخلي حسونه بتاع المخدرات ينفعك. ربنا يخلصنا منكم انتوا الاثنين. خدوا عبد الجبار وخليه يشرب من ترمس اليانسون عشان اعصابه تستريح. يلا بينا يا سعد الباشا، يلا يا سعد الباشا. كده معقول في امل تاخد حقوقكم بعد 100 سنه بياضها وقتها لي، ولا ايه رايك يا سليم؟ سليم حارف كده؟ بقولك يا سلم، ما تعترف وتخلص. شفت اعترف يا متر، مالوش لزوم الكلام ده. ايه قلت ايه؟ اعترف بايه يا جدع انت؟ انت جننت؟ كل الحاجات اللي انت عملتها دي ما فيهاش حاجه تعترف بيها. انا كنت عايز اعتدي على مراته يا سيدي، دي بدل غيرها. قصدك ايه؟ بقول لك ايه، قصدي تروق احسن لك. احسن لي البندقية يا سعادة الباشا. انا هديهم امر يشرفوا لك غيرها. يا راجل سيبك منهم، دي ناس بتخرب. خش شد السافون يا عبد الجبار، عايزك تثبت محضر بالحاله دي.